الشيخ صالح أيضا يسأل يقول هل ورد حديث كل أمة معافى إلا المجاهرين وما معنى ذلك نعم الحديث صحيح وارد والمجاهرين يعني بالمعاصي الذين لا يسترون أنفسهم ويتكلمون عما حصل منهم ولا يندمون على فعلهم هذا لا يعافى من العقوبة لأنه أصبح مجاهرا أما الذي ستر على نفسه وتاب واستغفر فهذا هو الذي يرجى له المغفره وهذا هو الادب الشرعي نعم